directly we are moving to chapter 3. We are starting again in chapter 3. اللي هو chapter 3 enzymes. ماذا نعرف عن الانزيمات؟ هل مرت علينا كلمة الانزيم قبل كده؟ انزيم الانزيمات. يس احسنت. اجسام محددة. احسنت. ايش كمان؟ ماذا نعرف عن الانزيمات؟ مرت علينا كلمة الانزيمات قبل كده؟ ممتاز. يعني مرت علينا قبل كده. كنت مسؤول عن الشرائط الحسابية. احسنت. ايش كمان؟ احسنت. ايش كمان؟ انزيم الاب. أحسنت، أحسنت جدا. أي كلام حيقوله حيكون صح. ليش؟ لأن الإنزيمات تدخل في جميع التفاعلات والكلام. أي كلام حتقوله حيكون صح. ليش؟ لأنه ما في تفاعل في جسم الإنسان إلا وهو يحتاج إلى إنزيمات. تقريبا في الغالب يعني جميع التفاعلات تحتاج إنزيمات. هنا enzymes speed up metabolic reaction by lowering energy barrier. لما يقول لي metabolic معناته جميع تفاعلات البناء والهدم. معنى جميع التفاعلات اللي تحدث في جسم الإنسان، هذا معنى كلمة الميتابوليك. التفاعلات اللي تحدث في جسم الكائنات الحية أو جسم الإنسان، مين يسهلها، مين يسرعها؟ هذا الإنزيم. معناته هو يدخل في جميع التفاعلات في جسم الإنسان. كيف يساعدها وكيف يسرعها؟ By lowering energy barrier، بتخفيض حاجز الطاقة. إيش هو حاجز الطاقة؟ إنه أنت لما تقول لي reaction معناته عندك مادتين يحدث تفكيك روابط كيميائية وإنتاج روابط كيميائية جديدة. تفكيك روابط وتكوين روابط. عشان تفك رابطة تحتاج إلى طاقة. عشان تكون رابطة أيضا تحتاج إلى طاقة. إذا فهذه الطاقة إذا كانت عالية لا يتم التفاعل أو يتم ببطء. لكن إذا كانت الطاقة منخفضة فيسهل على جميع المواد أنها تتم هذا التفاعل. وبالتالي الإنزيمات مهمة لتسريع التفاعل الكيميائي عن طريق إيش؟ لورين يعني تخفيض حاجز الطاقة. حاجز يعني يحجز بين المواد اللي داخلة في التفاعل وما بين المنتجات. إن هذه المواد يحجزها إنها لا تتفاعل بسبب هذه الطاقة العالية. فإذا قل الطاقة تستطيع بسرعة وسهولة كل المواد إنها تتفاعل. Enzymes are substrate specific. يعني هنالك تخصصية بين الإنزيمات والسبستريت. يعني كل مادة محددة تجرب في تفاعل محدد لها إنزيم خاص بهذه المادة. يعني مثلا عندك الجلوكوز هنالك إنزيم خاص بالجلوكوز. كل مادة نفس الشكل لها إنزيم خاص. بل أكثر من ذلك إنه مش بس في المادة أحيانا تلقى إنزيم خاص في ذرة الكربون الثالثة. إنزيم خاص في ذرة الكربون السادسة. إذا حتى المادة الواحدة أحيانا تخصصية زيادة وين يعمل كل إنزيم. يس تفضل. يس لها اسماء بنقولها بعد شوي. اذا الانزيم متخصص يعني الانزيمات كل انزيم متخصص في ماده محدده. هذه الماده اللي يعمل عليها الانزيم تسمى سبستريت. سبستريت حيقولها لك الان. سيلز فيزيكال اند كيميكال انفايرمنت افكت انزيم اكتيفيتي. يعني البيئه اللي في الخليه بتاثر على الانزيم. ايش البيئه اللي في الخليه؟ فيزيكال يعني مثلا درجه الحراره هذه ممكن تأثر على الإنزيم لأن درجة الحرارة تؤدي إلى تغير شكل الإنزيم. فإذا كانت درجة مناسبة سوف يكون الإنزيم في وضعه المثالي ويؤدي التفاعل بصورة أسرع وأسهل. أما إذا زادت أو نقصت سوف يؤثر على الإنزيم. نفس الوضع الكيميكالز يعني مثلا عليها pH يعني درجة الحموضة والقلوية إذا زادت أو نقصت ممكن تأثر على الإنزيم. وبالتالي إذا كان الوضع المثالي سوف يعمل الإنزيم بسهولة. هذه الصورة اللي هنا توضح ان هذا انزيم له مكان. هذا المكان يسمى active site نتكلم عنه بعد شوية. وهذا يسمى substrate يعني المادة اللي يعمل عليها الانزيم. فهنالك مناسبة او تناسب في الشكل ما بين هذا المكان بالنسبة لهذا الانزيم وما بين سطح السبستريت. فيستطيع الانزيم يمسك السبستريت ويحولها الى product. لاحظ هنا سبستريت مع الانزيم في ارتباط وهذا يسمى إنزيم سبستريت كومبلكس حنقولها بعد شوي. يس. الاثنين لكل إنزيم لكل مادة لها إنزيم خاص. يس. يعني الإنزيمات متخصصة كل إنزيم متخصص في مادة محددة. يس. دكتور هل الألوان مهمة يعني ولا رسم تخيلي؟ لأن عندنا على الأيباد الألوان برتقالية مثل الأزرق. لا ما رسم للفكرة اللي هو الحين يهمنا شكل السطح. شكل السطح مناسب. اليسار طيب وش يفرق عنه؟ إنه هذا الإنزيم وهذا السبستريت. أما هنا ارتبط الإنزيم مع السبستريت.
صار متخصص. يس هنا هذه حالة الارتباط. بعد حالة الارتباط ايش يحدث؟ تحويل السبستريت الى برودكت، يعني تحويل هذه المادة الى منتجات، هنشوفها بعد شوية. ميتابوليزم، هذه الكلمة مهمة جدا في موضوع الانزيمات، لانه ميتابوليزم قبل شوية قلنا ايش معناها؟ جميع تفاعلات الهدم والبناء، يعني جميع التفاعلات اللي تحدث في جسم الانسان وفي الكائنات الحية، جميع هذه التفاعلات كل خطوة فيها تحتاج الى انزيم خاص بالخطوة المحددة. This is the process of chemical and physical change. يعني ميتابوليزم يحدث فيها تغيير فيزيائي وكيميائي للأشياء. يعني مثلا أكلت الرز مثلا أو أكلت الخبز فيتحول إلى جلوكوز. فهل فجأة تحول إلى جلوكوز؟ لا، مر في سلسلة تفاعلات. process يعني عملية، خطوات chemical كيميائية فيزيائية. إذا هذا الرز أو هذا الخبز أو أي شيء أكلته أو كذا موجود في جسم الإنسان يرغب في تحويله من شكل إلى شكل، يعني يرغب في تحويل الطعام إلى جلوكوز أو الجلوكوز إلى دهون أو الدهون إلى جلوكوز أو الجلوكوز إلى جليكوجين أو الجلوكوز إلى الطاقة. إذا تحولات كثيرة تحدث، فهذه إيش؟ تغيرات. كلها أقدر أسميها ميتابوليزم، يعني جميع تفاعلات الهدم والبناء تسمى ميتابوليزم. هذا الميتابوليزم كونتينيوال، يحدث باستمرار ما دام الكائن حي. إذا توقف ميتابوليزم معناه توقفت حياة هذا الكائن الحي. إذا كونتينيوالي إن ذا ليفينغ أورجانيزم goes on continually in the living organism. هذا الميتابوليزم يوفر الطاقة اللازمة والعمليات اللازمة لجميع نشاط الكائن الحي. مثال: build up new tissue, replacement of old tissue, conversion of food to energy, disposal of waste materials, reproduction. All the activities. يعني باختصار جميع نشاطات الكائن الحي that we characterized as life. يعني نشاطات الكائن الحي مثل بناء أنسجة جديدة، تعويض الأنسجة التالفة، تحويل الطعام إلى الطاقة، التخلص من الفضلات والتكاثر وغيرها من صفات الكائنات الحية، كلها هي داخلة في الميتابوليزم. يس الحين بس السيد هو يقول الميتابوليك وهنا ميتابوليزم، شو الفرق بينها؟ كلها نرميها. أحسنت. ميتابوليزم هذا اسم الشيء، ميتابوليك هذا الصفة، هذه بس كلها بالمعنى واحد. ميتابوليك رياكشن يعني هذه الصفة، صفة التفاعل انه ميتابوليك يعني تفاعل ميتابوليزم. اما ميتابوليزم هذا اسم العملية، تمام؟ اسم العملية ميتابوليزم اللي هو الأيض. اذا قلت الأيض هو الميتابوليزم، اذا قلت التفاعل الأيضي هذا يعني ميتابوليك رياكشن. إذا يعني نقول الأيضي يعني تنسب أو توصف التفاعل، فإذا الميتابوليك هذه بالصفة وهذه بالاسم. يس الميتابوليزم هي نفسها حقيقة الكتابوليزم والأنابوليزم. أحسنت 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 جدا لاستدعاء هذه الذاكرة أنه الميتابوليزم هي أنابوليزم وكتابوليزم. عشان كده لو تلاحظ هنا في عمليات بناء وعمليات هدم، هذا بناء وهذا هدم. أحسنت. لو تحويل الطعام إلى طاقة هذا هدم، تفكك الطعام لين يطلع منه الطاقة وتبني أنسجة جديدة، هذا بناء. أحسن. Thank you very much. كاتاليسيس هذه عملية إيش؟ عملية تسريع التفاعل الكيميائي، تمام؟ كاتاليسيس هي acceleration of chemical reaction by some substance which itself undergoes no permanent chemical change. The catalysts of biochemical reaction are enzymes and are responsible for bringing about almost all of the chemical reactions in the living organisms. يعني ايش يعني كاتاليسيس؟ هي تسريع التفاعل الكيميائي. مين اللي يقوم بهذه العمليه تسريع التفاعل الكيميائي؟ هو سبستانس. ايش يعني سبستانس؟ يعني ماده. هذه الماده، هذه الماده ايش سماها؟ سماها كاتاليست. كاتاليست يس معناها انزيم. لاحظ ذلك كاتاليستس ار انزيم. وضحت الفكره؟ كاتاليستس ار انزيم، يعني الكاتاليست هي انزيم. وما هي وظيفه الانزيم؟ الكاتاليست يقوم بكاتاليسيس، يعني زي المدرس يقوم بالتدريس، كاتاليست كاتاليسيس. يعني اللي يقوم بالتدريس هو مدرس، اللي يقوم باللعب هو لاعب، اللي يقوم بالسياقه هو سائق، وهكذا. كاتاليسيس كاتاليست، هذا اسم الفاعل وهذا اسم الشيء. اذا كاتاليسيس هو تسريع التفاعل الكيميائي بواسطه ماده، هذه المادة اسمها كاتاليست، والكاتاليست هو الإنزيم، تمام؟ هذه المادة اللي هي الكاتاليست وهي الإنزيم،
هل تتأثر بالتفاعل الكيميائي؟ يقول لك زي ما تفضل مين اللي يتكلم عنه؟ Yes, thank you very much for that. إنه undergo no change. يعني هي إيش؟ لا تتغير أثناء التفاعل الكيميائي. طيب ليش دخل لك كلمة permanent هذه؟ دخلها لأنه ممكن أنت تنظر أثناء التفاعل تلقى الإنزيم أمسك السبستريت. فهنا شكل الإنزيم تغير. لكن بعد ما يتم التفاعل سوف يفك السبستريت هذه ويرجع كما هو. إذا هذا التغير تغير في لحظة ويرجع. إذا هو not permanent, no permanent, ليس دائم. يعني هو ليس تغير دائم وإنما تغير في لحظة التفاعل ثم يرجع الإنزيم كما هو يعمل مرة أخرى. إذا هنا كاتاليسيس هي عملية تسريع التفاعل الكيميائي بواسطة مادة, وهذه المادة لا يحدث فيها تغيير دائم بسبب هذا التفاعل. The catalyst of biochemical reaction, يعني هذه المادة اللي تقوم بهذا التسريع, هي إنزيم, وهي مسؤولة تقريبا عن جميع التفاعلات في جسم الكائن الحي. Metabolic pathway and enzyme. لما يقول لي pathway إيش يعني pathway؟ يعني مسارات. أحسنت, مسارات أو طرق. فأنت لما تمشي في مسارات معناه عندك بداية ونهاية وتمشي خطوة خطوة. إذا هنا التفاعلات الكيميائية اللي تحدث في جسم الإنسان لا تحدث عشوائيا. لا, هنا كلمة haphazard. haphazard يعني عشوائيا. يقول لك reaction do not occur haphazardly in cells. They are usually part of metabolic pathway, series of linked reaction. التفاعلات لا تحدث عشوائيا وإنما تحدث في سلسلة محددة. يعني عندك أنت جلوكوز ترغب إنتاج طاقة من الجلوكوز, يمشي الجلوكوز في خطوات محددة. هذه الخطوات المحددة تسمى metabolic pathway. وهكذا لأي عملية ترغب في عملها في جسم الكائنات الحية من ضمنها الإنسان. إنزيمز, إيش دخل الإنزيم في الميتابوليك باثوي؟ إنه كل الخطوات هذه, كل خطوة خطوة, يعني أنت ترغب في تفكيك الجلوكوز, خطوات كثيرة, كل خطوة تحتاج إنزيم. عشان كذا عشان تتم هذه الميتابوليك باثوي لابد من وجود الإنزيمز. إذا هي ضرورية, الإنزيمات مهمة جدا لصحة وحياة الكائن الحي. إنزيم is a protein. لاحظ هنا هذا يجيب لك على التساؤل. وش هو التساؤل؟ التساؤل اللي إذا سألت أو سألت نفسك دائما أنت في المجال الصحي تمر عليك مادة تحاول تفكر أو تسأل أو تقرأ, هذه المادة هل هي بروتين ولا كربوهيدرات ولا ليبيد ولا نيوكليك أسيد؟ إيش الأربع ألفاظ هذه اللي قلناها في بداية شابتر 1؟ إنه أحسنت, فور ماكرو مولكيول. أحسنت, فور ماكرو مولكيولز اللي تكون الكائنات الحية. فأي مادة تقابلك تحاول تعرفها. في المستقبل سوف تعرف أنه أحيانا يصير عندك تشكيلة, يعني بروتين يربط معه دهون, لايبو بروتين, بروتين يربط معه جلوكوز أو سكر, يقول جلايكو بروتين. يعني أحيانا تشكل المواد, لكن بشكل عام أنت حاول تفهم وتعرف هذه المادة إيش هي. هو الحين قال لك الإنزيمز هي بروتين. يس, هل يعتبر أمينو أسيد؟ يس, أحسنت. إذا هو بروتين معناه سمبل المونومر, المونومر بالنسبة له هو أمينو أسيد. أحسنت, thank you very much. So protein molecules that function as organic catalyst to speed. لاحظ إنزيم قال لك للمرة الثانية هيش كاتاليست. إذا أنت الحين تنتبه إنه كلمة إنزيم وكلمة كاتاليست تجي نفس المعنى. يعني اسم الكريم تركي, تركي من؟ معلش تركي, فيصل, فيصل. إذا تركي فيصل, لو قلت تركي هو هذا تركي, لو قلت تركي فيصل هو هذا تركي فيصل. عشان كذا أنت لو قلت إنزيم هو هذه المادة اللي تقوم بهذه العملية, لو قلت كاتاليست هو نفس المادة اللي تقوم بنفس هذه العملية. إذا هم اسمين لنفس الشيء. يعني لو جاك سؤال في الاختبار تعريف, إذا هذا تعريف إنزيم إز, يعني هذا تعريف. لو جاك هذا التعريف والخيارات إنزيم, لقيت إنزيم هذا خيار صحيح. لو ما لقيت إنزيم لقيت كلمة كاتاليست فهذا أيضا إيش؟ خيار صحيح. ونفس الوضع لو في كلمة هي كاتاليست وجاك خيار كاتاليست هو الخيار الصحيح. إذا ما لقيت كاتاليست لقيت إنزيم هو أيضا خيار صحيح. يعني إيش بأكد لك الحين هنا للمرة الثانية؟ يأكد لك إنه إنزيم هو إيش؟ هو كاتاليست. وهذا سوف يتكرر معنا أثناء هذا الشابتر مرات عديدة. تمام؟ فتنتبه لهذه النقطة. Enzymes is protein molecule that function as an organic, يعني مادة عضوية, catalyst to speed a chemical reaction without itself affected by reaction. هذا زي ما قالها زميلكم thanks for him, إنه هذا الإنزيم
لا يتأثر without يعني لا يتأثر بالتفاعل الكيميائي. يدخل يسرع التفاعل الكيميائي speed speed يعني السرعة صح. إذا يدخل يسرع التفاعل الكيميائي وهو يبقى يسرع التفاعل الكيميائي وهو يبقى وهكذا يستمر مرات عديدة يستطيع أن يعمل هذه العملية عدة مرات. أعطاك مثال EX هذه يقصد example يعني مثال على سبيل المثال هذه المادة اللي هي رايبوزايم هذا إنزيم. إذا هذا الرايبوزايم serve as catalyst. إيش يعني catalyst؟ يعني إنزيم. إذا هذه المادة تعمل إنزيم. إيش وظيفة هذا الإنزيم؟ synthesis of RNA and synthesis of protein يعني صناعة الـ RNA وصناعة البروتين. وين هذا الكلام؟ في الرايبوسوم. لو تذكروا في chapter 2 تكلمنا عن الرايبوسوم تتكون من إيش وإيش؟ من RNA وبروتين. أين تصنع الرايبوسوم؟ تصنع في نيوكليولس اللي هي النوية صح؟ طيب إذا في النوية يتم إنتاج هذا الـ RNA وإحضار البروتين وتركيبهم بطريقة محددة عشان تطلع معاك في النهاية رايبوسوم سب يونت لارج سب يونت أو سمول سب يونت. تمام؟ دكتور يس يستفيد من هذا الرايبوسوم يصنع الـ RNA ويصنع البروتين. لا هو رايبوزايم قصدك كده صح؟ أيوه. أحسنت. أقولها مرة ثانية بليز. رايبوزايم. أحسنت. إذا الرايبوزايم يصنع RNA ويصنع البروتين وهذا البروتين والRNA إيش الفائدة منهم؟ يدخلون في تكوين رايبوسوم. طيب. بعد كذا هذه الجملة قلناها إنه جميع التفاعلات الكيميائية تكون في مسارات ما يكون تفاعل فجأة عشوائيا. مثال على التفاعلات مسارات التفاعلات اللي يدخل فيها الإنزيم. Hydrolysis of sucrose. يقول لي table sugar. إيش هي table؟ كلمة table إيش تعني؟ table. ممتاز. طاولة. يقصد هنا طاولة إيش؟ سكر. لا لا. طاولة الطعام. table هذه طاولة الطعام. يعني المائدة. تمام؟ table sugar يعني سكر المائدة. يعني السكر اللي يكون في طاولة الطعام. إذا سويت شاهي أو أي طعام حطيت فيه سكر. فهذا يسمى table sugar. يعني السكر المعتاد الموجود يعني الناس كلها تعرف. تمام؟ هذا التيبل شوغر ايش يسمى؟ يسمى سكروز. فاذا ترغب في تفكيك هذا السكروز هذه العمليه تسمى هيدروليسيس. هيدرو معناه استخدام الماء وليسيس معناها التحليل او التفكيك. اذا التحليل المائي التحليل المائي هيدروليسيس يعني التحليل المائي. التحليل المائي لسكر المائده اللي هو السكروز يتم بواسطه انزيم مختص في هذه العملية. الحقيقة هذه الكلمة جلوكوز وفركتوز هي عبارة عن مكونات السكروز. يعني إيش هو السكروز؟ هو ارتباط ارتباط الجلوكوز والفركتوز مع بعض برابطة هذا يسمى سكروز. دحين بيعلمك إنه ممتاز ربط الجلوكوز والفركتوز بيعطيك إيش؟ سكروز اللي هو سكر المائدة. وهذا الارتباط يحدث فيه نزع الماء. يعني عندك هذا سكر أحادي وهذا سكر أحادي. يعني هذا نسميه مونوسكرايد وهذا نسميه مونوسكرايد. إذا المونوسكرايد زائد مونوسكرايد سحب منهم الماء وارتبطوا مع بعض ليعطوني سكر ثنائي. لأن هذا في داخله موجود الاثنين هذول. إذا هذا سكر ثنائي نسميه داي سكرايد. مونوسكرايد بلس مونوسكرايد يعطيني داي سكرايد. هذا الداي سكرايد إذا بتفكك وترجعه لأصله كيف تسوي؟ تسوي سكريز. تجيب هذا الإنزيم سكريز. لاحظ إيز هذه معناها إنزيم ومن اسمه سكريز يعني يعمل على السكروز. إذا إنزيم السكريز له سبستريت يعني مادة يعمل عليها اسمها سكروز. إذا عمل هذا الإنزيم على هذه المادة في وجود الماء هيدريشن هذه العملية تسمى هيدروليسيس سوف تفكك هذا السكروز إلى إيش وإيش؟ إلى مكوناته اللي هي جلوكوز وفركتوز. أحسنت ثانك يو. هذا التفاعل بيتكرر معانا أكثر من مرة تقريبا 6 مرات في هذا الشابتر. يس يفوت السهم يا يس هذه العملية ولا وش؟ يس هذه عملية تكوين السكروز. هذه عملية تكوين السكروز واللي تحت هذه عملية هيدروليسيس اوف سكروز. طب الكلمة اللي فوق السهم ايش؟ دي هايدريشن. أحسنت هذه نزع الماء. هايدريشن هو إضافة الماء. ديهايدريشن إزالة الماء. يعني كلمة دي معناها إزالة. يس. يعني إذا نزعنا الماء من الفركتوز والجلوكوز
الكود يتكون من السكروز. أحسنت. وإذا ضفناه يتفكك ويتحول الفركتوز للجلوكوز. أحسنت، في وجود الإنزيم اللي هو ستكريز. طيب، لأنه هو الإنزيم هو اللي يقوم بهذه العملية. هيدروليسيس أوف سكروز إن ذا بريزنس أوف ستكريز ريزلت إن إتس تو مونوساكرايد كومبوننت. هذا مونوساكرايد وهذا مونوساكرايد. This process يعني هذه العملية فيها خطوتين. الخطوة الأولى تفكيك الروابط بين الجلوكوز والفركتوز، لأنه هنا هذا يحتوي على الجلوكوز والفركتوز مربوطين، لازم تفك الرابطة بيناتهم. ثم تستخدم الماء لتكوين روابط جديدة عشان يصير عندك جلوكوز لوحده وفركتوز لوحده. حنشوفها الحين في الصورة توضح هذه. إذا هذه العملية تحتوي على بريك ذا بوند بين جلوكوز وفركتوز وتكوين روابط ما بين جزيئات الماء اللي هو هيدروجين أيون وهيدروكسيل أيون from water عشان تقفل الفراغات اللي نشأت من فك هذه الروابط. وهذه العملية تحتاج إلى طاقة، لأنك بتفكك الروابط وتنشئ الروابط. This process consumes energy، وهذه تسمى activation energy. Enzymes speed up metabolic reaction by lowering energy barrier، حاجز الطاقة اللي يحجز بين المواد عشان ما تتفاعل عشوائيا. الإنزيم يقلل حاجز الطاقة ويسهل التفاعل الكيميائي. مثال عليه زي ما قلنا قبل شوية، تحويل السكروز إلى جلوكوز وفركتوز عن طريق إنزيم يسمى سكريز، يعني to hydrolyze hydration of sucrose. The bond between glucose and fructose must be broken. Hydrolysis in the presence of sucrase. Sucrase هو الإنزيم، يعني هو كاتاليست. كاتاليست يعني إنزيم، وإنزيم يعني كاتاليست. هذا هو التفاعل. إذا هذه المادة بهذا الشكل اسمها سكروز. في داخل السكروز إيش يوجد؟ جلوكوز وفركتوز مربوطين بهذه الرابطة. فالحين إيش حتسوي؟ تفك الرابطة، حيصير عندك هذه مادة واحدة وهذه مادة واحدة، ثم تستخدم الماء لتقفيل هذه الفتحات اللي أنت سويتها. إذا إنزيم السكريز في وجود الماء، إنزيم السكريز في وجود الماء يؤدي إلى فك هذه المادتين، صار كل مادة لوحدها. هذا الجلوكوز لوحده والفركتوز لوحده، 6 ذرات كربون و5 ذرات كربون، واخذت الاو اتش قفلت هنا، واخذت الاتش قفلت هنا، من اخذتهم من الماء. وهذه هي ببساطه احد اشكال التفاعلات بالانزيمات اللي يدخل فيها الانزيم يسرع التفاعل. انزيمز ان اكتيفيشن انرجي. اكتيفيشن انرجي هي الطاقه اللازمه. اكتيفيشن انرجي الطاقه اللازمه لحدوث التفاعل الكيميائي. اكتيفيشن انرجي كلمة activation معناها منشط، يعني تنشط المواد الكيميائية لتتفاعل. Activation energy is the amount of energy needed for reaction to complete. Activation energy is the amount of energy needed for the reaction to complete. تمام؟ هنا الرياكشن في موضوع الإنزيمات هو between enzyme and substrate. إيش هي substrate؟ المادة اللي يعمل عليها الإنزيم. إيش هو الإنزيم اللي مر علينا قبل شوية؟ سكريز. إيش substrate حقه؟ هو سكروز. طيب لما يتم التفاعل ايش يحدث؟ يحدث تفكيك روابط وانتاج روابط. بريك داون بوند اند فورميشن اوف نيو بوند. نجي الى يعني تفكيك الروابط، تفكيك وتكسير، يعني تفكك الرابطه اللي كانت مثلا في السكروز مثلا وتكون رابطه جديده باستخدام الماء. هنا هذه الطاقه اللازمه للتفاعل عشان يحدث، إذا أنت فكرت تأخذ هذه الطاقة من الحرارة temperature، يعني الحرارة raising temperature يعني بالحرارة، ماذا يحدث لهذا الكائن؟ سوف يموت بسبب زيادة الحرارة أو يحدث له denature. من أمثلة هذه الحرارة مثال تفاعل البرمرة المتسلسل، تفاعل يعني هنا تفاعلات reaction. PCR سمعنا بالPCR فحص الكورونا. PCR آخر R هذا يعني reaction. PCR يعني polymerase chain reaction، تفاعل بالمرة المتسلسل. في هذا التفاعل فحص الكورونا، إذا أخذت العينة من المريض أو الإنسان السليم تشوف فيه كورونا ولا لا. فالكورونا فيها RNA، فأنت في المختبر بتحول RNA إلى DNA، ثم تكتشف هذا DNA موجود ولا لا. فإذا كان موجود RNA سوف يتحول إلى DNA، ثم أنت إيش بتسوي؟ polymerase chain reaction يعني مضاعفة هذا DNA. مضاعفة الDNA. بنقولها مضاعفة الDNA، عندك شريطين الDNA بهذا الشكل،
ملفوفين حول بعض زي ما شفنا في شابتر 1. فانت ايش بتسوي؟ تفك الشريطين عن بعض. درجة الحرارة اللي فيها يفك هذول الشريطين عن بعض في المختبر كم؟ 96 درجة الحرارة. 96 فانت في المختبر بتحط عينة الإنسان في درجة حرارة 96 على أساس أنه تفك الشريطين. ثم تنزل درجة الحرارة إلى 60 على أساس أنه تبني شريط جديد هنا وشريط جديد هنا، صار عندي مضاعف للديني. وتكرر هذه العملية مرات كثيرة. إذا صار عندي بوليمريز شين رياكشن، بوليمريز يعني تكوين شريط جديد، شين يعني تكرر هذه العملية أكثر من مرة، رياكشن لأنه تفاعل كيميائي. إذا أنت بتزود درجة حرارة إلى 96 عشان بس إيش تسوي؟ تفك شريطين الديني عشان تضاعف الديني. أنت ما بتسوي انقسام خلل، بس تضاعف الديني، يعني ما لك علاقة بالسنتروسوم ولا الرايبوسوم ولا الميتوكوندريا ولا باقي الكروموسومات، عندك قطعة صغيرة في الدي ان اي بتدور عنها حقة الكورونا. احتجت لدرجة حرارة 96. طيب لو دحين واحد مننا هل يقدر يقعد في درجة حرارة 96؟ ماذا يحدث للإنسان في درجة حرارة هذه؟ أو حتى للحيوانات أو للنباتات أو البكتيريا؟ سوف تموت. عشان كذا قال لك كل، ولكن أنت الحين غمضت وفتحت. لحظة ما غمضت وفتحت ملايين الخلايا في جسمك تم تكوينها، يعني تم مضاعفة الدنيا كثير وانت مرتاح ما تدري. معناته ايش؟ معناته استخدام الانزيمات يقلل الطاقة اللازمة فيحدث التفاعل في درجة الحرارة العادية بدون ما يتضرر الكائن الحي. لو انت برا بتحاول تسوي نفس التفاعل بدون انزيمات وتحاول تجيب الحرارة سوف يؤدي ذلك الى ايش؟ كل قتل الخلية او قتل الكائن الحي، ايا كان بكتيريا او انسان او نبات او غيره، او دينيتشا. دينيتشا معناه تغيير الطبيعه. وهذه الكلمه من الكلمات ذات الاهميه القصوى، كلمه دينيتشا. دينيتشا او ديناتيوريشن. دي يعني تغيير، نيتشا الطبيعه، تغيير الطبيعه، تغيير طبيعه الكائنات. مثال عليها، اذا اخذت البيض وعرضته للحراره، يعني اذا رحت الكافتيريا وطلبت بيض مقلي او بيض مسلوق، ايش حيسوي؟ حياخذ البيض ويعرضه للحراره فيصير بيض مقلي او بيض مسلوق. لما تعرض هذا البروتين اللي هو البيض للحراره ايش صار؟ تغيرت طبيعته من طبيعه سائله الى طبيعه جامده، الى ان غيرت طبيعه البروتين. فتغيير طبيعه البروتين هذا اذا كان في الوضع السائل يؤدي وظائف، في الوضع الجامد لا يستطيع ان يؤديها. وبالتالي دي نيتشا هذه عمليه مهمه لها تطبيقات كثيره في المجال الصحي، فتحاول انك تحطها في بالك و ممكن في المستقبل تقرأ عنها أو الآن إذا حبيت. ذس يعني عشان الكائنات ما تقتلها بالحرارة إيش تسوي؟ تستخدم إيش؟ كاتاليست. إيش يعني كاتاليست؟ إنزيمات. أحسنتم أحسنتم. كاتاليست هو المادة، يعني هو كيميكال إيجنت، يعني مادة كيميائية أكسلريت رياكشن without being consumed by reaction زي ما قال زميلكم. يعني هي المادة اللي تسرع التفاعل الكيميائي وليس هي تستهلك في هذا التفاعل زي ما تفضل زميلك. الكاتاليست زي ما قلنا الكاتاليست هو انزيم، وانزيم هو كاتاليست. انزيم از كاتاليتيك بروتين. يعني الحين المره الكم هو ياكد لك انه الانزيم هو كاتاليست والكاتاليست هو انزيم، تمام؟ يعني دائما ياكدها فانت انتبه اليها. انزيم از كاتاليتيك بروتين. انزيم از سبيسيفيك فور سبيسيفيك كاتاليست فور سبيسيفيك رياكتنت at any time in the cell. يعني دائما الانزيم تلقاه متخصص في حاجه محدده، مثل انزيم سكريز متخصص في ايش؟ في الماده اللي اسمها سكروز. نوقف هنا. يس الحين قلت لك كاتاليست هو الانزيم صح؟ احسنت. والسكراز اللي هو اللي كان يحفز على هذا، هذا يعتبر كاتاليست؟ يس هو انزيم كاتاليست، يعني يحسن يسرع تفاعل السكروز ويحوله الى جلوكوز. يعني السكروز هو كاتاليست؟ لا السكروز هو السبستريت. لا السكريز هذا الانزيم هو كاتاليست. نتوقف هنا عند تخصصيه الانزيم ونواصل فيما بعد.